رشا دفتر خبرتك كتير قوي في حكايات دفتر. رشا كتير جدا، برافو. يعني اه حكايات عندك يعني وذكريات رشا. محظوظه، تقول من المذيعات المحظوظين. يعني انت تحبي نبتدي منين دفتر الحكايات؟ خلينا من نبتدي. لجنة الاختبار بتاعتك اللي كان فيها اسماء تخض وتوقع القلب في الرجل، ولا من تفاصيل كتيرة وحكايات ومن وقت وجرأة ذات كتيرة؟ خبر التنحي كان على حظك في الشفت بتاعك وكنت موجوده على الهوا. هو مش الشفت بتاعي، احنا كنا بنبات، احنا يعني كنا كنت انت اربعة اللي على خمسة الشاشه. بيتين في ال، دي اقامه تامه. كانت اقامة يعني، ما كناش بنروح خالص اياميها، طب احنا كنا. نبتدي منين؟ طب الخبر ده حضرتك كنت عارفاه لا ولا اتفاجئت بيه على الهوا؟ لا بصي، كانت في مؤشرات، هو كان يوم جمعه، كانت في مؤشرات ان اليوم ده في حاجه. هو قبلها من الاربع بالليل والمبنى كان محاصر، محاصر تماما يعني، لا بيدخلك اكل ولا عارفه تشتري اكل ولا عارفه حد يجيلك ولا اي حاجه. يوميها احنا كان موجود، احنا كنا اربعه، كان ريهام ابراهيم و الحقيقة كانت معانا الحقيقه كانت اه موجوده معانا، ومحمد المغربي كان معانا برضه اه واحمد بوصيله وانا. فيوميها الصبح كان الاستاذ، بنحيي احمد بوصيله برضه كتير، وحشنا وحشنا قوي. وحشتنا يا احمد، وحشتنا وحشتنا وحشتنا. فكان استاذ عبد اللطيف المناوي كان رئيس قطاع الاخبار، فجه قال لازم اليوم يبقى عادي، بس انت حاسه ان اليوم مش عادي، مش عادي، في حاجه يعني. فنزلنا، طب نعمل صباح الخير يا مصر، ما عندكيش مصور، ما عندكيش مخرج، ما والله عندكيش كنترول، لانه الزملاء كانوا في ناس يعني ده شفت لوحده كان مش عارفين يدخلوا، لانه محاصر، فمش محاصر مش عايزين عارفين، ومفيش وبيقطع تصاريح. اي كارنيه لماسبيرو بيضايقوهم وكده. قدر واحد زميل لينا البطاقه بتاعته او الرقم القومي كان مكتوب انه طالب، فعارف انه، قال لهم ده انا اختي جوه، قال اي كلام ودخل هو اللي قام بالدور. عملنا يوميها صباح الخير يا مصر، كان تليفونات لان مفيش مش عارفين حد، مش تدخلهم. مفيش حاجه خالص. وبعدين خلصنا، بعدين جه استاذ عبد اللطيف قال احنا لازم نطلع صلاه الجمعه. انت مش عارفه تطلعي صلاه الجمعه لان عربيات الاذاعه الخارجيه مش عارفه تطلعيها. طيب نعمل ايه؟ قال طيب نطلع صلاه الجمعه، لازم تشوفوا انزلوا العدد اللي موجود بيشتغل قليل كل قوي ماسبيرو، وانتوا كان كلكم على 30 بعضها. واحد على بعضه يعني. قال لازم حد ينزل المكتبه، انزلوا المكتبه وشوفوا صلاه جمعه من ماسبيرو، من مسجد المسجد ماسبيرو. التلفزيون وحاجه عامه، ما انت لازم تباني ان الدنيا ماشيه طبيعي، لان ده امن قومي يعني، يعني امن قومي. فنزلنا وطلعنا ده. جه بعد كده اليوم ده كانت جنازه قائد كبير في الجيش. كان هفتكر لك دلوقتي. واللي حصل انه اضطر احمد بوصيله يطلع يروح ينقل الجنازه دي. هوا هوا فهو ساب ماسبيرو وطلع بعربيه وراح. طلع بعربيه محصنه، عربيه جيش يعني، أوكي. لانه لازم يتحرك وسط الجحافل دي علشان يروح يعمل ده. ففضل مين؟ انت انا ومغربي وريهام. فانا ما كنتش نايمه اليوم اللي قبلها، فجه استاذ عبد اللطيف قال مغربي وريهام انزلوا اشتغلوا، حاولي تنامي شويه. احنا كنا بننام على الارض، بجد على الارض، ما فيش حاجه. حاولت انام، ما عرفتش، ما احاول انام، مش عارف ومكياجك ولبسك وشعرك. لا انت كان معاكي شنطتك، هو كان بيتقال لك تعالي بشنطتك، بفرش سنانك بقى، بمعجون سنانك، اقامه اقامه، انت قاعده قاعده تماما. فطلعت لقيته بيقول لي، كانت الساعه كده ايه، واحده ونص اتنين، قال لي انت ايه اللي مطلعك، ايه اللي صحاكي؟ قلت له مش عارفه انام. فانا قلق قلقانه وانت قلقانه مش عارفه انام. المهم قلت له بص انا هشرب شاي او اي حاجه وحاجه اقعد معاك، وقبل ما انزل اريح زملائي بقى، ما هو التانيين بقى شغالين. شغالين صح. كانت الساعه 4، انا فاكره يوميها شفت
اللي هو اسماعيل عجبان كان جوه المكتب. كان وصل شايفاه مع استاذ عبد اللطيف قاعد لابس البدله العسكريه وقاعد قاعد ساكت وانا قاعد. فجاء استاذ عبد اللطيف قال لي انزلي بقى الاستوديو. كانت الساعه بقت 4:30. نزلنا نزلت الاستوديو. مغربي فضل معايا شويه وبعدين كان لينا زميل في النيل الاخبار اسمه تامر حنفي. اوكي. تامر نزلوه بكاميرا قدام ماسبيرو. فلما نزل بالكاميرا قدام ماسبيرو بيسالهم بيسال اللي موجودين طب انتوا عايزين ايه؟ اعمل ايه؟ يعني انتوا طالبين ايه؟ يعني انتوا ليه محاصرين الدنيا؟ انتوا عايزين ايه؟ يعني وطبعا بقى يسقط الاعلام وتطهير الاعلام وخطر ان هو ينزل بكاميرا قدام المبنى يعني. ده المبنى هو اللي نزله انتحاري. عشان يعرف طب ايه الاخر ده يعني. وابتدينا ايه عمل لايف معانا وبنكلمه وكده. فواحد منهم قال انا بس عايز انا مستني رشا مجدي بالاسم. انا مستنيها احنا عايزينها بالاسم. واحد من الجمهور؟ باللي واقفين. فتامر احتاس مش عارف يعمل ايه. انت معايا على الهوا؟ انا معايا على الهوا. فقال فالراجل بقى بيقول مين اللي معايا؟ فقام مغربي رد قال له ايه؟ انا محمد المغربي. ابتدى يرد عني لانه بيحاول ان احنا وانت هوا وهو تحت يحاول يتجنبني بقى يحاول يتجنب صوتي يحاول يتجنب اي حاجه. وابتدى مغربي يضحك وقام ايه طلع من الاستوديو لانه خلاص يعني انت في مرحله انت مش فاهمه انت رايحه لفين. فضلت اشتغل 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 وبعدين الساعه 6 بالدقيقه قالوا لي اقطعي حالا جاءنا الان بيان هام من رئاسه الجمهوريه. فانا كانت حتى معايا اتصال كان معايا الكاتبه منى رجب كان على الهوا. لسه بتكلم معاها ومصر وطبعا كلنا وطنيه وكلنا خايفين على البلد طبعا وكلنا مرعوبين وكان لي ايام. فقلت لها انا بعتذر شكرا جاءنا الان بيان هام رئاسه الجمهوريه. اللي اتشاف بره في الكنترول انا لا اعلم عنه شيء. لان انت زي ما تعرفي ماسبيرو الاستوديو 11 تقريبا زي مصفح انت مش شايفه ايه اللي بيحصل في الكنترول خالص. حتى لو شفتي اللقطه انا ببص عشان اعرف ايه البيان الهام. وفوجئت فوجئت ولقيت بقى ايه صوتهم وليه تاني وليه تاني وليه تاني على الاير بيس اللي احنا فبقيت بنكرره كررناه كذا مره. وبعدين حطوا اغنيه وطنيه انا بكيت يعني عارفه انا كنت عامله كده طبعا عامله كده الموضوع كدا. كله تنشنه والايام اللي فاتت من الصبح في حاجه في حاجه حاصله والحصار اللي معمول عليكي ده فكان صعب كانت صعبة.